السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في شرح جديد لأحدى المواقع الربحية المجانية التي سنربح منها بالتأكيد. اليوم إخواني الكرام سوف أشرح لكم أقوى أير دروب لعام 2020. هذا الأير دروب بإمكانك أن تربح منه مبلغ كبير جدا إذا قمت بالاشتغال عليه، وبمجرد أنك تقوم بالاشتراك في هذا الأير دروب وهذه المكافأة التي يعطيها الأير دروب ستربح الكثير الكثير من الأموال. فأولا كما تشاهدون في هذه الصورة، اسم العملة دوج داتا. طبعا هذه العملة الآن تمت تواصلت مع منصة بيت فوركس، وهي منصة لبيع وشراء العملات الرقمية، وأول سيقومون بطرح الآيو الخاص بها في 18 من هذا الشهر، أي بعد يوم أو يومين من أو عفوا بعد تقريبا 10 أيام أو 9 أيام من هذا اليوم، سيقومون بطرح البيع لهذه العملة البيع الأولي، ثم سيقوم التداول فيها في نهاية هذا الشهر، أي بعد حوالي 5 أو 14 يوم من هذا اليوم سيقومون بعملية التداول والبيع والشراء وعملية الإيداع والسحب لهذه العملة. طبعا موجود الإعلان على منصة البيت فوركس كما تشاهدوا، عملة دوج داتا ورمزها ETH أو ETHBN، هي عملة لبيع. ما هو مشروع هذه العملة؟ مشروع هذه العملة كبير جدا، وهو مشروع قوي وضخم، وأنا من رؤيتي أنه سوف يحقق أرباح كبيرة جدا، وأنك سوف تحقق أرباح أنت أيضا إذا قمت بالاشتراك في الأيردروب الذي يقوم بعمله وقبل ما ينتهي الأيردروب. لماذا؟ لأن هذا المشروع هو لبيع وشراء الكلاب وأيضا أطعمة الكلاب. كما تعرفون أن في الغرب يهتمون كثيرا بالكلاب وبالشراء وبالاعتناء بالكلاب وما إلى ذلك، فهنا الفكرة قوية جدا من هذه العملة. يعني بدل ما أنت تشتري الكلاب من المؤسسات سوف تشتري عن طريق أونلاين، يعني عن طريق هذه العملة دوج داتا اللي بمعناته قاعدة بيانات الكلاب. فإخواني الكرام، عملت هذه العملة ايردروب، طبعا أول بيع سيكون لها بهذا المبلغ 0.008، ثم في المرحلة الثانية 0.01، وسيبلغ إلى 0.1، يعني يعطي هذا الايردروب 500 من العملة من هذه العملة إذا قمت أنت بالاشتراك، يعني تقريبا من 15 دولار فقط إذا قمت بالاشتراك. وعن كل صديق تقوم بجلبه إلى هذا الايردروب والاشتراك في قنواتي في التليجرام والتويتر ستربح 100 من هذه العملة. 100 من هذه العملة بمعناته أنك تربح 2 دولار أو عفوا 3 دولار عن كل صديق. بالنسبة كيفية السحب والبيع لهذه العملة، هو الآن ليس متوفر وسوف يتوفر بعد، كما قلنا لكم سيبدأ البيع والشراء في بعد 8 أيام، وسيبدأ التداول والسحب العملة وتحويلها إلى البيتكوين واللايت كوين والباير والباي بال ولا أي طرق سوف نقوم بشرحها في الفيديو القادم في نهاية هذا الشهر 26 مايو 2020. طيب كيف بإمكاننا نربح من هذه العملة؟ عن طريق أنك تقوم بالاشتراك، ستقوم بالذهاب إلى الرابط أسفل الفيديو وسيظهر لك هذا الرابط، تقوم بفتحه تضغط على ستارت، بعد الضغط على ستارت ستظهر لك هذه الرسالة. ماذا تفعل في هذه الرسالة؟ تضغط على جوين اي دروب، تضغط على جوين اي دروب، وهنا سيقوم لك بإظهار الرسالة الأخرى. وفي هذه الحالة تقوم بأول حالة، وتقوم كما تشاهدون يقول لك 500 ستربح 500 إذا قمت بإكمال هذه المهام، و100 عن كل صديق. ماذا ستفعل؟ ستنضم إلى هذه القناة الأولى في التليجرام، تقوم بالانضمام إلى هذه القناة، تضغط على جوين جروب من هذا المكان، تضغط على جوين جروب من هذا المكان. كما تشاهدون في ها هنا تشاهدون الكلاب والكثير، 21 من الناس يريدون شراء العملة من هذا المكان.
الموقع فهو جميل جدا. تذهب مباشرة إلى هنا. وبعد الانضمام للقناة الأولى هذه القناة، وهنا أيضا أقول نفس القناة ولكن أقول لك قم بوضع صورة كلب. أنت بإمكانك تقوم بوضعه أو تقوم بتجاهل هذه الخطوة فهي ليست ضرورية. الخطوة الثالثة وهي خطوة ضرورية، وهي أنك تقوم بالضغط على هذا الموقع وتقوم بالتسجيل من خلاله. طبعا هذا هو الموقع، سيفتح لك هذا الموقع. تقوم أنت بالضغط على ساجن أب، بعد الضغط على ساجن أب ستظهر لك هذه النافذة، قم بالتسجيل في خلالها. طريقة التسجيل تختار أي خانة من هذه الخانات، ثم تقوم بوضع الاسم الخاص بك، الاسم الأول والاسم الأخير الخاص بك، وهنا تقوم بوضع الإيميل الخاص بك، وهنا كلمة مرور وإعادة كلمة مرور، وفي الأخير تضع علامة صح على هذا، ثم تضغط على كريت أكاونت. يقوم الموقع بإرسال لك رسالة لتفعيل الحساب الخاص بك إلى البريد الإلكتروني الخاص بك. كما تشاهدون هذه الرسالة تقوم بالضغط على أكتفت، وهكذا تقوم بتفعيل الحساب. بعد ذلك تذهب إلى رابط الأيردروب وتقوم بإكمال المهام. طبعا تحفظ الإيميل أو عنوان الإيميل الذي قمت بالتسجيل في هذا الموقع، ثم تنتقل إلى المهمة الثانية وهي تقوم بمتابعة الصفحة الخاصة بهم على تويتر. تضغط على تويتر وسينقلك إلى هذا الصفحة. هذه الصفحة تقوم بالضغط على فولو متابعة على تويتر الخاص بهم، ثم ينقلك إلى الخطوة قبل الأخيرة وهي الانضمام إلى قناة التليجرام هذا الخاصة. تقوم بالضغط على جوين، وهنا تضغط على جوين شاينا، وهكذا أنت تقوم في الانضمام. تذهب أو تعود إلى رابط الأيردروب، وفي الخطوة الأخيرة وهي أيضا تضغط على فولو أو متابعة في التويتر أيضا لهذا الحساب. سينقل لك مباشرة إلى هذا الحساب، تضغط على فولو، وهكذا أنت قمت بإكمال المهام. المهام بسيطة جدا، المهمة الأولى تقوم بانضمام الجروب الخاص بهم، المهمة الثانية وهي تقوم بوضع صورة في الجروب الخاص بهم لكلبك أو كأي كلب آخر، أو تقوم بتجاهل هذه الخطوة فهي ليست ضرورية. الخطوة الثالثة وهي ضرورية، وهي أنك تقوم بالتسجيل في الموقع، تضغط على هذا الرابط الموقع وتضغط على ساجن أب وتقوم بوضع التفاصيل التي قمنا عليها وتفعل الحساب من الإيميل الخاص بك. والخطوة الثالثة تقوم بوضع فولو أو متابعة على التويتر الخاصة بهم، وهنا تقوم بالانضمام إلى قناة التليجرام، وهنا أيضا تقوم بوضع فولو أو متابعة على تويتر في الصفحة الخاصة بهم. ثم بعد ذلك تضغط على هذا سمايت ماي ديتيلز، أي تقوم بوضع التفاصيل الخاصة بك. كما يقول لك بليز جوين تيلي، طبعا أنت تقوم بالانضمام إلى هذا، تضغط على دان. عندما يقول لك بليز جوين أنت تقوم بالانضمام لهذه القناة، تضغط على دان. بعد الضغط على دان أيضا يقول لك قم بوضع بوست أو كلب لهذه صورة لكلبك أو كلب أحد الأشخاص. أنت تضغط على دان أنك قمت بهذه الخطوة، قمت بتجاهل هذه الخطوة لأنها ليست مهمة جدا. بعد ذلك يقول لك انضم إلى هذا الهدف، وأنت أيضا قمت بالانضمام لها، تضغط على دان، تضغط على دان، وأنت أيضا قمت بالتسجيل. هنا في هذه بعد ما قمت أنت بالتسجيل في الموقع، تقوم بوضع لهم عنوان الإيميل الذي قمت بالتسجيل في الموقع. تقوم بوضع الإيميل الذي قمت بالتسجيل في الموقع، هنا تقوم بوضعه، وهنا وفي الأخير يقول لك قم بوضع ماذا، أو في الأخير يقول لك قم بوضع التويتر أو بروفايل اللينك. شوف هذه الخطوة سأريكم كيف تقوم بها. تضغط على البروفايل في هذا في الحساب الخاص بك، تضغط بالانجليزي مكتوب بروفايل كما تشاهدون، وباللغة العربية مكتوب الملف الشخصي، تضغط عليه وسينقلك مباشرة للبروفايل. تقوم بنسخ هذا العنوان، رابط البروفايل تقوم بنسخه من هنا من المتصفح، تقوم بنسخه وتقوم بوضعه لهم. وهكذا أنت عملت هذه الخطوة بماذا؟ بنجاح. هذه الخطوة أنت قمت بعملها بنجاح. وفي الأخير تقوم بإرسال لهم عنوان محفظة الماي إيثر والت،
تقوم بإرسال لهم عنوان محفظ ما إيثر وارد أو الإم توكن أو الآي إم توكن، عنوان محفظة الماء إيثر وارد أو عنوان محفظة الآي إم توكن، حتى يقومون بإرسال لك ماذا العملات إلى محفظة الماء إيثر وارد، وأنا أقوم بإرسال لهم ماذا عنوان محفظة الماء إيثر وارد. سنقوم بإرسال لهم العنوان ونضغط على OK، وهكذا قمنا بماذا قمنا ب وهنا يظهر لك الريفلال، رابط الريفلال، قم بإرساله للأصدقاء وسيعطونك عن كل صديق 100 من العملة مقدار 3 دولار. وإلى هنا، وإذا أردت أن تقوم بمتابعة كم لديك تضغط على ستاتيك، وكما تشاهدون ليس لدينا أي ريفرال، وبالنسبة لديك الآن 500. بعد ما تقوم بهذه الخطوات لديك 500 من العملة، وسيقومون بإرسال إلى محفظتك وتقوم ببيعها في نهاية هذا الشهر. وأنا سنقوم أيضا بوضع فيديو لهذا لكل شيء. وإلى هنا، ولا تضيع هذه الفرصة الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.